السؤال الأول. كتب رواية اثنى عشر رجلا ورواية اثنى عشر امرأة، هو إحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، يوسف السباع. 12 رجل و12 امرأة، 12 رجلا و12 امرأة. هي دي رواية ودي رواية ولا هي رواية واحدة؟ دي رواية ودي رواية. 10 ثواني 11 ثانية. هو كان بيكتب الحاجات دي تقريبا إحسان تقريبا. فكر علشان لو كده ممكن تستخدم وسيلة مساعدة. الوقت بيعدي 19 20 لازم آخد منك إجابة دلوقتي. معلش قول لي اختيارات تاني. يا الإجابة يا إحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، يوسف السباعي، يا إما تختار الجوكر أو تختار الوسيلة المساعدة التانية. آخر كلام. آخر كلام. إحسان عبد القدوس. طب نختار بقى أي حاجة. إحسان عبد القدوس إجابة غلط. لسه أقول لك هنختار. مشكلة، إحنا لسه فاضل لنا سؤالين. ماشي. ركزوا فيهم كويس. ممكن تستخدموا وسيلة المساعدة لو. طب هو مين بقى الصح؟ الإجابة الصح هي يوسف السباعي. ده إجابة سهلة جدا، أنت زي ما عرفتها. هايل يعني. سهلة سهلة. جميلة. مشكلة مشكلة. إحنا لسه معانا سؤالين، ومعانا وسيلتين مساعدة. الجوكر وإيه تاني؟ الجوكر وإن أنت تدور في البيت. تدور في البيت. في عندك ثلاث جاكات بيوصلوا التلفزيون بالريسيفر. الثلاث جاكات دول من ثلاث مداخل في الريسيفر القديم اللي هو مش اتش دي. تمام. اسماء المداخل دي ايه؟ ار ال او ولا ار ال في ولا ار او في ولا ال او في؟ ار ال في رايت ليفت فيديو. في ايه؟ شايف انت بتجاوب باريحيه جدا. مش الاوديو والفيديو؟ ار ال في الفي الفيديو الصفرة. إجابة صح. شفتوا بقى الراجل جاي. طب هو الراجل متردد وبتاع، الراجل داس على طول. داس على طول. يبقى ده معناه ان انت لو جاوبت على السؤال اللي جاي يا تاخد الغساله يا نروح. خلي السؤال ده. ماشي. شيل بيه على طول. متى تحتفل مصر واحنا كمصريين بعيد الفلاح المصري؟ 7 مارس، 12 ابريل، 20 يوليو، 9 سبتمبر. ولو ضيعت وسيلة المساعدة بتاعت الجوكر دلوقتي معناها ان انت مش هتعرف تستخدمها في المرحلة اللي جاية. ما تاخدها، خد الوسيلة دي. لا دي صعبة فعلا. لا ناخد الجوكر. دي صعبة فعلا. صعبة والله. الجوكر. ماشي. عامة هي الإجابة 9 سبتمبر. 9 سبتمبر. في سبتمبر، عيد الفلاح في سبتمبر، معروفة دي أسهل، دي سهلة جدا يعني. عيد العمال. عيد العمال في 1/5 صح؟ وعيد الأم. عيد العمال 21/3. 21/3 الفالنتاين. 12 ايه 12 ما تنسيتيه عشان ما بيجيبلكيش حاجه. هو لو كان بيجيب كنت افتكرتيه. طيب بصوا بقى، الجوكر اللي معانا دلوقتي هي افيهات من افلام، عايزين نعرف دي افلام ايه. ليكي في افيهات الافلام؟ طبعا. حلو جدا، احنا معانا في افيهات الافلام كلها المده بتاعتها هي دقيقه بس سهله. يلا بينا، معانا دقيقه تبتدي من دلوقتي. البس المموه عشان بيخافوا منه. ممر. ممر. احمد عز. لاحظ ان كلامك جارح. اسمه ايه ده؟ اوعى وش. انت شكلك عارف. ايوه. فول السنين العظيم. احسن احسن. كده انت كده كسبت بكام؟ ناظر. انا حلوه وزي الفل. عوكل. عوكل. مظبوط، يبقى احنا كده معناها ان انتوا كسبتوا بكام؟ حلو جدا، معناها ان احنا بقى ندخل على المرحله الثالثه وهي مرحله التلفزيون. مرحله الوحش. دخلنا التلفزيون لو سمحت. بس لا في اتش دي وشو. السؤال الاول وده ملوش اختيارات. من قارات العالم الخمسه، ما هو الموطن الاصلي للديك الرومي؟ تركيا. ايه قارات؟ معلش قاره بني سويف. لازم ناخد اجابه. 11 12 13 14 15 اوروبا 16 اوروبا. اخر كلام. اوروبا. اخر كلام. اوروبا. ما اسمه ديك رومي يعني، مش ايام الروم بقى. يا بغض. امال ايه الصح يا معلم؟ امريكا الشماليه. امال مسميه ديك رومي ليه؟ مش عارف انا صحيح والله. رومي روم. مش مشكله، يبقى ده معناه ان احنا عندنا اربع اسئله الجايين لازم تجاوب عليهم كلهم.
لو وقعتوا في اول سؤال تقعوا فيه معناه ان احنا يعني الجاي ده لو خسرنا بالظبط كده هتقولنا خسرنا. مين العالم العربي اللي اخترع بيوت الجراح؟ دي مفيش مين العالم العربي اللي اخترع خيوط الجراحة؟ نص الوقت فات. 20 ثانية بس. 14 15 16 17 18 19 20 مش عارف. البيطار ابن البيطار لازم هو اللي يقول الوقت خلص لازم تقول ابن الايه؟ ابن بطوطة ابن حاجة ما تقولها ما ابن الكلام ابن ايه؟ ابن البيطار؟ ابن البيطار دي اجابتك النهائية؟ النهائي ان شاء الله. ابو بكر الرازي هي الاجابة الصح. ابو بكر الرازي اصلا حتة تانية خالص. حتة تانية خالص. كان عامل حاجة كده في المقطم وحاجة غريبة كده. ده مين ده اللي عمل في المقطم؟ ابو بكر الرازي؟ والله العظيم. لا اسئلة صعبة يا جماعة. بس اسئلة المرحلة الثالثة دايما بتبقى صعبة. ازاي ده كانت الاولى اللي كانت صعبه لا بالنسبه لنا احنا يعني انت بالنسبه لنا اول ما دي صعبه خلينا نشيل التلفزيون يا جماعه باي تي في للاسف يعني خسرتوا المرحله الثالثه بس كسبتوا المرحلتين الاولانيين واحنا كسبنا ان احنا شفناكم وتعرفنا عليكم الله يخليك الله يخليك وانبسطنا بيكم جدا 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 وان شاء الله ان شاء الله المره الجايه تكون المعلومات اكتر شويه فنقدر ان احنا نكسب جوائز اكتر ويبقى احنا كمان معانا جوائز ان شاء الله تعالوا نصور مع بعض يلا أستاذ أحمد أيمن وعيلته ما كانوش عارفين يجاوبوا الأسئلة قوي لكن قدروا يستخدموا وسائل المساعدة صح وقدروا إن هم يكسبوا المكوى والغسالة لكن للأسف خسروا التلفزيون يا ترى الضيف اللي جاي هيعرف يكسب معانا ولا لا؟